حلقة جديدة من جيمز لاب، رح نحكي عن الألعاب اللي بتطور اللفظ والكلام، نحسن اللفظ الأحرف والكلام، يعني تسلسل الأحرف بقبل الكلمة. وتنحكي لفظ نقصد أنه كيف الولد بيطلع الأصوات وتيكونوا منفصلين مش بقلب الكلمة. الأصوات البسيطة أو المتعلقة بالإشفاف، أصوات بسيطة الفويال يعني الأ و إي، أو الأحرف اللي بتطلع من الشفاف بس، البه المه الب، هو اللي بيبينه بعمر كتير صغير. والولد شوي شوي بيصير مع الوقت يكتسب أصوات جديدة حسب اللغة اللي هو يعني بيسمعها يوميا، وحسب اللغة اللي هو أكتر شيء بتعود عليها. بالنسبة للأصوات بعد السنتين بتتطور لحديت 6-7 سنين، والألفاظ اللي مثلا الولد بيلفظها بين سنين مثل السه والزه بين سنين بيصير يسكر سنين ويقولهم مزبوط. وحرف الره لأنه من الأحرف الصعبة كمان بيتطور على عمر أكبر. أما الكلام، الكلام هو كيف الولد بيسلسل الأحرف بقلب الكلمة وكيف بنظمهم من دون ما يشقلبهم او يقفي حرف او يزيد حرف. عدة نصايح فينا نستعملهم مع الاهل منشان نطور اللفظ والكلام عند الولد، منهم انه نلفظ بطريقة صحيحة قدام الولد وما نقلده باخطائه، نمرن العضلات اللي لهم علاقة باللسان والشفاف والخدود، ونمرن النفخ منشان لفظ اوضح، نستعمل اوقات الوسائل الحسية لدعم اللفظ مثل الحركة الهواء أو حركة الإيد. رح نعطي أمثلة عنها. نقطع ونكرر الكلمات ببطء ونعتمد على الإيقاع، ونحسن التمييز السمعي كمان فينا نستعمل صور، ونعيد الكلمة للولد بشكل صحيح من دون ما يكون في تقليد لأخطاء الولد. بالنسبة للألعاب فينا نستعمل عدة ألعاب. أول شيء منهم الريش منشان ينفخ الولد ويتحمس ان يطلع هواء. النفخ بيساعد للاصوات الطويله يعني الفه الفه السه الزه اللي فيهم هن اساسا هواء. وراح نجرب بالدور نطير الريش. بدك تنفخي عليهم؟ تنفخي عليهم ليليا؟ يلا شوفي كيف. على الطاوله، بنخليها على الطاوله. برافو. بعد انا راح انفخها. يلا دورك. اوكي برافو. بعد فينا ننفخ على الريش، فينا ننفخ اذا ما عندنا ريش فينا ننفخ على محرمه. اذا بدنا نقوي النفخ اكثر فينا بدنا ندبهم هولي. اذا بدنا نقوي النفخ اكثر فينا نجعلك المحرمه او منخليها مفتوحه اذا بدنا النفخ يكون خفيف. نلعب بقوة النفخ، يعني نفخ خفيف، نفخ قوي، ونفخ متجه كمان باتجاه معين. اوكي رح نحط هول، ننفخ على الكلينكس هلا على المحرمة، نخزوق الورقة محرمة. اذا ما عندنا ريش بنستعمل المحرمة، اكيد اصعب من الريش لانه وزنهم اثقل. رح ندبهم لهولي، ندبهم هون. فينا نعمل تمارين عضلات لسان وشفاف والخدود قدام المرايه لنقوي العضلات اللي لها علاقه باللفظ. علي لسانك ليليا لفوق لفوق. اوكي طقشي بلسان، سكري شفاف هيك، نسكر. اوكي نفخي خدودك، بدنا ننفخ الخدود. اوكي بعد. اوكي برافو ليليا. كل الحركات تبع اللسان قدام المرايه، بدنا نحط المرايه هون. فينا كمان نعمل العاب الايقاع على آلة موسيقيه مثلا. يلا انت برافو. اذا انا عملت هيك
برافو. وحدي برافو ليليا. منحطها فوق، منحطها فوق. او حتى الاصوات اللي هن صعبين فينا نستعمل لهم حركه، مثلا حتى الاصوات اللي هي طويله اللي فيها هواء فينا نحس فيهم بايدنا، مثلا ننفخ على الايد. برافو. حتى اذا الولد ما بيقدر ينفخ بطريقه قويه نحن بننفخ على ايده. هيك هيك. اوكي برافو. فينا نعمل تمارين مع الصور اللي هي بتكون صور بسيطة من الحياة اليومية. فينا ندق المقاطع الصوتية على الطاولة أو نفرجيهم من خلال مجسمات أو أحجار أو قلال. نشوف كم مقطع صوتي فيه الكلمة. أرنب. أوكي. أرنب. برافو. أرنب. برافو. عم تحط النجمة شطورة. أرنب. كم شقفة؟ أرنب. نحط مجسمين. أرنب. أوكي. يلا صورة تانية. أنت رح تحطي لكينا الجوتون الحجار. فينا هيدي. تفاحة. يلا انت. تفاحة. هيك الولد بيسمع الايقاع وبيشوف انه الكلمة معمولة من ثلاث مقاطع صوتية، ساعتها ما بيقفي منها ولا مقطع صوتي. دورك. طيب بالتفاحة. هيدي. هيدي. شو هاي؟ شو بنحط على راسنا؟ شابو. اوكي. شابو. شابو. كم حجرة بدنا نحط؟ شابو. اثنين. برافو. رح نعمل بعد صورة. بدي حطها. هيدي. شو هيدي؟ فلور. فلور أو وردة. وردة. اثنين بدنا ندق مرتين. وردة. وردة. برافو. رح نعمل اخر صورة انا وياكي. انت صورة. شو هاي؟ سمكة. اوكي. ثلاثة أو سمكة. اثنين. سمكة. برافو. حطيت اثنين. رح نسكرون، رح نضبهم كلهم ونسكرون. بختم حلقتنا حكينا عن كل الألعاب يلي بتساعد الكلام واللفظ عند الولد. وهون الأهل فيهم يشجعوا الطفل من هو صغير على إصدار الأصوات بطريقة صحيحة وعلى لفظ الكلمات كمان بطريقة مظبوطة. ومنكون هيك وصلنا لختام الحلقة، وأكيد منشوفكن بحلقة جديدة وبموضوع جديد.